واصلنا مع فقراتنا، فقرة الكوتشينج اليوم. سعيدة جدا باستقبال مدام ربيعة بن يوسف وهي ميتا كوتش. أهلا وسهلا، صباح النور. أهلا، صباح النور، تحية ليك أستاذة منى، وتحية لكل متابعي قناة الوطنية الأولى. شكرا لك ربيعة. احنا اليوم باش نحكي في كيفية استقبال السنة الجديدة. الحقيقة قاعدين نستناو في العام الجديد إن شاء الله، عام مبارك وسعيد على التوانسة الكل وين ما كانوا. مهم برشا نتفائلوا، تعرف ساعات الحياة تخلينا نتعبوا شوية، فترات هكا جينا مش كلها مش ديما معناتها تكون كيما نحبوا احنا ولا كيما نطمحوا احنا، لكن ديما الامل الانسان موجود ويحب ما احسن وما خير. كيفاش نكونوا نستقبلوا العام الجديد بطاقه ايجابيه، بفرحه، بالحق معناتها، ونامنوا خاصه في طاقاتنا وفي قدراتنا في العام الجديد. ان شاء الله يا ربي سنه موفقه للجميع، وسنه نجاحات وتالق وتفاؤل. ولكن قبل ان ننطلق في استقبال السنه الجديده، ضروري ان نقف ونقيم ماذا انجزنا في السنه الفارطه. فلكي نتجاوز ولكي نؤسس لسنه جديده ناجحه، ضروري أن أقيم السنة الفارطة. شنو الإنجازات اللي أنجزتهم؟ هل كانت عندي أهداف أم لا؟ لأن مش الناس كل حاطة أهداف خلال السنة تشتغل عليها. فما ناس على مدى المسار حياتهم الكل ما عندهمش أهداف، وهذا بإحصائيات فالعالم العربي للأسف 3% من يخططون إلى حياتهم. هني ضروري أن يكون لي خطة واضحة في بداية كل سنة. من خلال هذه الخطة، حتى وإن لم توجد هذه الخطة بالنسبة للناس مش حاطة أهداف، ضروري أن تقف وتقيم ماذا أنجزت في السنة الفارطة. هل هناك خطوات تقدمت فيها؟ شنية الحاجات السلبية اللي في حياتي كانت لي سبب إن هي عرقلتني ما خلتنيش نوصل اللي يعني نحقق أهدافي، سواء في العمل، سواء في الدراسة، سواء في الأنشطة الاجتماعية. قيمنا، ثم بعد التقييم سيقع التقويم والتعديل وأنطلق في سنة جديدة موفقة. في البداية كيف أؤسس لسنة جديدة ناجحة؟ كما كنت تحكي بكري يا أستاذة منى، نعم، اللي هو الإنسان مش ديما متفائل، مرة يطيح المود متاعه، فهذا مسار من الحالات. نعم. يوميا نعيش حالات مختلفة. نعم. حالات تكون فرحان، وتكون مرة تدخل بعضك، مرة تتغشش. ولكن كيف نؤسس أني أنا نعيش باستمرار في سعادة متواصلة؟ نعم. أول نقطة، ضروري أن أفصل نفسي عن الوعي الجمعي. إيش معناها الوعي الجمعي؟ الوعي الجمعي هو فكر سائد عند ناس معينة، تجد نفسك مع الناس هذيك. ناخذ مثال مثلا في الكورة، اللي يحبوا مثلا الريال واللي يحبوا برشلونة. بعدت علينا هكا على الفرق التونسية. خلينا بعد على تونس. مثال شو على كل الفرق التونسية، تبارك الله عليهم، معناتها عندهم مسابقات اليوم وغدوة، فبالتوفيق للزوج جمعيات. بالتوفيق إن شاء الله لكل لاعبي كرة القدم في تونس. الناس اللي تحب مثلا الريال، إذا خسرت الريال باش يدخلوا في حالة نفسية معينة. هذا ما يسمى الوعي الجمعي، الناس الكل باش تتغشش. وإذا الناس اللي تحب البرشلونة ربحت، باش يدخلوا في المعذرة في وعي جمعي. الناس الكل باش فرحانة. هني ضروري أن يعني نتفرج على الكرة كلعبة، أستمتع باللعب، ولكن لا أحشر نفسي في هذا الوعي الجمعي. ضروري أن أكون داخل المجتمع، أن أفصل نفسي على الوعي الجمعي. لماذا؟ لأن مرة الفوق الاقتصاد ومرة لوطة، مرة تغلى المعيشة ومرة تنزل، مرة يجي حدث يخلي الناس فرحانة، ومرة يجي حدث تطيح طاقة الناس. فعندما أفصل نفسي عن الوعي الجمعي، أجد نفسي باستمرار حط المود متاعي، حط الحالة متاعي. كيف أفصل نفسي على الوعي الجمعي؟ الحياة هي مثل اللعبة. الفرق بين الدراسة والحياة أنني في الدراسة أتعلم 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 ثم أمتحن، وفي الحياة اختبار اختبار، أقع نقف من جديد وأتعلم. فخليك تعيش الحياة كلعبة.
وتتمتع وتستمتع بهذا التحدي اللي تعيش اللي تلعبه في الحياة. وقت اللي يولي عندك فصل عن الوعي الجمعي يكون القايل أني كيفاش نجم نفصل روحي، وقت اللي تولي أنت واعي بأنك أنت حتى حد ما يحدد لك مشاعرك، حالتك الداخلية مبنية على وعيك الذاتي، نعم، وقتها تفصل نفسك على الوعي الجمعي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا تسعى إلى الكمال. برشا ناس يقول لك يحب كل شيء ما نجمش ناخذ كل شيء، يحب روحها معناها كامل في كل شيء. الكمال صفة من صفات الله عز وجل، ولا يمكن لأن أي إنسان أن يكون كامل. فعليك في بداية هذه السنة أن تحدد السلبيات اللي من خلالها هي خلاتك تخفق، وتحدد الإيجابيات اللي أنت ساعدتك للنجاح، فتسعى لتطوير هذه الإيجابيات وتسعى إلى تغيير تلك السلبيات. نعم. فالنقطة الثالثة وهي نقطة مهمة جدا، وهي التفاؤل. تفاؤلوا بالخير تجدوه. نعم. الله عز وجل قال أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. مش معناها هذه؟ معناها راهو عندنا مثل يقول لكم تحط نفسك وين تصيبها. أي. بالفعل أنا ديما نمثلهم يا أستاذة منى بين عين النحلة وعين الذبابة. نعم. النحلة علاش تحط؟ النحلة علاش تحط على الورود؟ وش تعطينا؟ تعطينا العسل. كذلك الإنسان. نعم. إذا كانت عينه عين نحلة فعينه تمشي مباشرة للي عينه فيه وسيلعق العسل، وإذا كانت بالعكس فإنه سيعيش المشاكل باستمرار. يجبد معناتها الطاقة السلبية. يعطيك الصحة. يجبد الطاقة السلبية. الطاقة السلبية كيفاش نجذبوها؟ فما ناس يقول لك الآخر صحة ليه عايش سعيد، صحة ليه محقق أهدافه، صحة ليه شوف قديش معناها من نجاح إلى نجاح. فهناك ما يسمى بقانون الجذب. أيه. قانون الجذب شنو يقول؟ أنت حيث تركيزك، اللي باش تركز عليه هذاك هو اللي باش تلقاه في حياتك. فإذا ركزت على النجاح ستجد النجاح، ومهما أنت تعثرت ستنهض من جديد. نعم. إديسون عمل 999 تجربة ما أدتش إلى المصباح يضيء. نعم. ما قالش راني فشلت 999 مرة، قال كانت لي 999 تجربة ما أدتش إلى المصباح يضيء. نعم. شوفي النظرة التفاؤلية اللي حطها على التجارب، لأن التفاؤل سيعطيك طاقة أمل وطاقة عمل وطاقة عطاء، وبينما التشاؤم باش يطيح لك المود متاعك، باش يطيح لك حالتك النفسية، فسيدخلك في حالة أحباط، حالة جلد ذات. وحذاري في التقييم، فما ناس كي تجي تقيم روحها يقول لك انا ايش عملت في السنه الفارطه؟ ما عملت حتى شيء، يلقى روحها ما انجز حتى شيء، فسيدخل في جلد الذات. اياكم وجلد الذات، جلد الذات سينجر عنه الامراض النفسيه، وهناك معناها للاسف نسب مرتفعه جدا من الحالات النفسيه المضطربه. فخليك تقيم ذاتك. نعم. من اجل التعديل، وانك انت تنهض. نعم. من جديد. نعم. ف ركز على السلبيات وضع ما يقابلها في الإيجابيات. ما تقولش مثلا دخلت الغرفة مظلمة كيفاش أني يعني نحي الظلمة، لا، كيف أنير هذه الغرفة؟ ريت الرؤية كيفاش تتغير. نعم. كيف أنير هذه الغرفة؟ خليك مركز كيف أصل إلى تحقيق أهدافي. نعم. فبرمج، عدل، وتفائل. وتفائل هناك. نعم. سبعة أركان يا أي. هو أكيد أي. نعم. هو تعرف الموضوع مهم برشا وشيق، يعطيك. نعم. الصحة. هو أعطيتنا شحنة كبيرة من التفاؤل، وإن شاء الله كما قلت معناتها نكونوا على قد معناتها الكلام اللي قلتونا اليوم والنصائح اللي قدمتنا اليوم ربيعة. يعطيك الصحة، وإن شاء الله نرجع معك في حلقات جاية ونزيدوا نحفزوا أكثر الناس ونعطيهم أكثر شحنة من التفاؤل، كيفاش نجموا بطبيعة هالإحساس يمكن بالسلبية في بعض الحالات نخليه قوة ونخليه نستمدوا منه باش نقدموا القدام. شكرا لك ربيعة بن يوسف على حضورك معنا، تحياتنا ليك، تحياتنا لأهلنا في جابس زادة. شكرا. يعطيك الصحة، شكرا على حضورك. مانيش بعد برشا من جابس باش نمشيو مع زميلنا خميس بوبتان مباشرة من مدنين. صباح النور خميس.
صباح النور منى، تحية ليك ولكل مشاهدي القناة الوطنية الأولى. مناش بعد برشا تقريب 135 كيلومتر فقط على مدينة جابس. نحن متواجدين الآن في مدينة جرجيس في متابعة لانطلاق الفعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الوطني للزيتونة اللي انطلقت اليوم في جملة من الفقرات والتظاهرات التي تحتفي بشجرة الزيتونة هذا العام، رغم الصعوبات الكبيرة، رغم المشاكل الكبيرة لقطاع زيت الزيتون في تونس بشكل عام وفي ولاية مدنين بشكل خاص. جرجيس عاصمة الزيتين اليوم تحتفي بالزيتونة من خلال مهرجان هذا. أخونا وصديقنا السيد صادق الحفيان المنسق العام للمهرجان، سي صادق حكينا على التظاهر هذه، شنو اللي فيها والكل؟ شكرا. هي المهرجان زيتونة في دورة الخامسة انطلق أولا بانطلاق بجني شجر الزيتون بالطريقة التقليدية والعصرية، ثم معرض اقتصادي تراثي في علاقة مع عرقة شجرة الزيتون في جرجيس، منها من الأكلات المعتمدة على الزيوت البسيسة وأنواعها، منها التجميل بالزيوت، منها صناعة صابون من الزيتون، منها شركات عرضت البيولوجي الزيتون البيولوجي، شركات أخرى عرضت أيضا الغراسة بطريقة بيولوجية، السماد البيولوجي، عندنا شركات أجهزة فلاحية متطورة. إذن هي عروض متنوعة، وصاحبنا في ذلك فرقة جوجل بجرجيس وفرقة غبنتن أيضا، وكان الجو رائعا في نسبة اليوم الأول. ينتهي إذن بزيارة المعرض اليوم، يوم الغد إن شاء الله بالشراكة مع مؤسسة ربوية اللي هي إعدادية أبو المنظور بمنطقة الخيات، سنكون مواكبين لهذا اليوم. به عروض لوسائل تقليدية للجني، به عروض للأطفال وورشات رسم حول الزيتونة، به تذوق الزيوت البيولوجية، به زيارة للغابات الزيتون، به عملية جانبي فروسية. إذن مختلف الأنشطة التي غطت هذا المهرجان الذي سعت إليه جمعية محافظة على التراث بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني من بلديات، من منظمات، من جمعيات غير ذلك، ونشكرهم. وإن شاء الله نطمح في يوم ما نحولوا إلى لماذا المهرجان الدولي للزيتونة لما قيمتها أصالة وتنمية في جرجيس. يعطيك الصحة، رغم المشاكل الزيتونة دي ما تحتفي بها. فعلا هي الزيتونة تعاني مشاكل عديدة. أنا باش نركز فقط، حكوا زملائي على مسائل الزيت كذا، نركز على قيمة الزيتونة في جرجيس واستهدافها من الزحف العمراني. لابد أن نحمي غاباتنا من هذا الزحف العمراني بطرق قانونية، لابد أن نركز على تجديد غاباتنا بالنبات الأصلي وليس النبات المستورد. يعطيك الصحة، شكرا لك سي صادق الحفيان كاتب عام ومنسق المهرجان. بطبيعة حال منى، اكيد المهرجان فيه احتفاء، المنظمه الفلاحيه موجوده، الاتحاد المحلي للفلاحه بجرجيس، اكيد الزيتونه ديما تبقى عندها قيمتها رغم الاشكاليات والكل، وانتم حاضرين في المهرجان. بالطبيعه الزيتونه عندها قيمه كبيره خاصه في جهتنا، وهي اصلنا وهي تراثنا وهي ماضينا ومستقبلنا وحاضرنا. رغم المشاكل، رغم الصعوبات اللي تعاناها، إلا ونحن نحتفل بهالزيتونة. نفرشتش الأمور شوية كاتحاد على مستوى المعاصر؟ والله إن شاء الله، إن شاء الله مجهودات كبيرة يقوم بها الاتحاد على مستوى وطني. أمس رئيس المنظمة قام بجلسة في مجلس نواب الشعب وبعدها تنقل لرئاسة الجمهورية على الموضوع متاع الزيتونة وزيت الزيتونة. إن شاء الله، إن شاء الله البوادر تكون طيبة إن شاء الله. يعطيك الصحة حواش الوريمي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بجرجيس. بطبيعة الحال منى، الجمهور يواكب المهرجان وفعاليات المهرجان مش من تونس فقط، حتى وخيانا المقيمين بالخارج يرجعوا بالذمة للموسم هذا. خونا وصديقنا البشير مسلم اليوم يظل لي كمقيم الخارج 40 سنة من ستكشي يظل لي في الزيتونة وفي أجواء الزيتون. شكرا لمنظمي هذا المهرجان العظيم. يعني أنا كمهاجر، لكن كمهاجر كمقيم في فرنسا وكمواطن يعني تونسي، بصراحة يعني اعتبرنا أن هذا اليوم يوم مشهود، نظرا لأن يذكرنا احنا كمهاجرين بالآباء والأجداد اللي كيفاش قاموا، كيفاش زرعوا هذا، كيفاش غرسوا هذا الزيتون، كيفاش سقوه على ظهورهم. وفعلا يعني نتصور أن اليوم تكريم للجدود للأجداد، وأنا نساهم بكل مساهمة باش نبث أنا في الهجرة راكم الزيتين في جرجيس وفي تونس ما تنسوهاش. والكثير والكثير من الجرجيسيين يعني بصفة عامة عندهم زيتين ويروحوا لجني الزيتون. يعني الناس اللي قامت باليوم ونعاود تكريم
للأجداد، وزيد على ذلك يلزم ننظر لأن الزيتين يعني كيفاش نطورها وكيفاش هكا نحمو غاباتنا من الزحف السكن مع الأسف. ولهذا شكرا للمنظمين، وإحنا المهاجرين دائما مع كل ما يقع في جرزيز وفي تونس. يعطيك الصحة، شكرا لك عم بشير مسلم أحد التوانسة المقيمين بالخارج أصلية جرجيس. منى، يظل هذه أجواء المهرجان في هذا الفضاء المفتوح في وسط المدينة، كما تشوف برشا جمهور يواكب يعطيك بشكل عفوي ويتابع فينا على الوطنية الأولى اللي هي دائما في قلب الحدث وديما تتبع وين موجود التظاهرات، وين موجود مشاغل المواطن مهما كانت بطبيعة الحال الانتماءات متاعه، مهما كانت المشاغل متاعه. شكرا لك زميلنا خميس بوبتان، كنت معنا مباشرة من جرجيس. تحياتنا لك وتحياتنا لأهلنا في جرجيس. احنا توا في فقرتنا دبارت اليوم باش نرجع بحذا شيف أسماء هنيد، وكذلك اليوم ضيفتنا شيف عايشة. أهلا وسهلا، اليوم أجواءنا مغربية ومغربية تحديدا. أهلا وسهلا. وين وصلنا أسماء؟ تجين قاعد يطيب مع إيناس. باش نحكي على حكاية صغيرونة باش تشوفوا المغرفة الصغيرة هذية، لاستيس صغيرونة هذية مغرفة اللي في الكاميرا باش تظهر هذيك باش ما يسيحش كما قالت هي، باش ما يفيدش نهويوها شوية على الجنب بمغرفة صغيرونة ردوا بالكم تتحرقوا خاطرها باش تسخن بيان سور، أو كنخليوها باش ما يفيد لناش يبداش يخرج في الماء من البشيرات الكل. هذية فوتكم بكري زدنا السكر المحور باش يعسل، يلزم السكر المحور يرجع التكستور. هذه الباستيلا راهي، هذه الخلطه نتاع الباستيلا معناتها الدجاج اللي حطيناه والبصل بكري لاستيوس. توا زدنا السكر المحور. السكر المحور كما تعرفوا كما قلت انا باش طيبوا شحور باش يعطي جست الكميه. اسمع سمحت الكميه كبيره، اربع مغارف كبار. اربع خاطر انا الحقيقه حتى القرفه اكتشفتهم بكري ثلاثه مغارف برشا نعطيهم شويه الريحه زاد زكيه برشا. اربع مغارف معبيين بالكدا معناها مكومين من بتاع السكر المحور وحطيناهم، هو ديجا توا التكستور نتاعو تبدلت بدات تعسل بدات تحسوا هكا اعقد شويه. اونترو طون عندنا العظم مسموط هوني ورابي جويت. هنا انا سالتها يمكن باش خاطر اللي يعرف دي روسيت اخرين نتاع باستيلا، انا في الباستيلا مثلا كي نعملها نخليها لين تشيح من الدجاج نتاعها ومن البصل ونعمل عظم مني ونشيحه على النار هكا. ما عايشه قالت لي عايشه فما طريقه هذيك، خاطر انا نفسي انا روحي غالطه، قالت لي لا فما طريقه هذيك والطريقه الثانيه اللي هي البيض غابي. علاش؟ حيتاش باش كيجي المذاق ديال البيض واضح اوضح من انه يكون ني ني مع معناها راهم زوج طرق. البيض المبشور معناها هذايا بيض مبشور باهي. واش زدنا اخر؟ هذايا اللوز، زدنا اللوز مقرمش هروشناه الكلو اليوم بالمهراس. بالمهراس من بكري وانا ندق فيه هاكا جينا مهروش هاكا كونكاسي. من بعد باش نضيفوهم؟ ما نضيفهم، راح نصب هنا يسقطر معناتها الدجاج نتاعنا. لا مازال نزيدو شويه باهي هكا بالساده المشاهدين حد ما يسال يزيد يخطر يشيح شويه باش نخليه ينشف بالكدا. من بعد باش نسقطروه نحيو العظام نتاع الدجاج اذا كان فما عظام وباش نفتفتوه شويه هكا. ومن بعد باش نزيدو عليه لوز ونزيدو عليه بيض وهيك بنمزجهم كلهم وبنعبيهم بال بعد ما فماش مرحله اخرى باش نفوتوهم بها جوست معناتها الاوراق نتاع الملصوقه نتاعنا من بعد يتلفوا مربعات ولا دوائر به. وكيفاش نحطوهم من بعد في الفور؟ في الفرن بندهن بزبده وبنحطه مع الفرن ومن بعد التزيين وكما فوق شويه هيك سكر باودر سكر محور سكر محور وقرفه شوف هيك شويه لوز هكا شويه لوز بهذيك التزيين من بعد بالطبيعه وما نخليهمش برشا خاطر بانه كل شيء طيب كل شيء طيب تقريبا تتقمش 15 دقيقه ماكس 10 دقائق 10 دقائق 15 دقيقه نار قويه نار قويه به حتى نختموا معاكم. شنو اللي عجنتوا؟ عجنت رغايف انا اللي قلت على رغايف من الحاجات لبنان الحقيقه في المغرب هي تشبه شويه راهي للملاوي نتاعنا لكن فيك الثقوبه ولا لا هذيك غرايف فما فرق بين غرايف ورغايف نحكيو توسع على الروسيت نتاع الغرايف اللي هي كيلو فارينه ما دافي مغرفه صغيره ملح نص لتر زيت نباتي وزبده نباتيه. هوني الفرق بينه وبين الملاوي نتاعنا نحن احنا نعملوا مخلط ونقول لك عليه كيما انت عملت بالضبط اما احنا نعملوا فارينه وسميد ارطب
السميد اللي هو اي هذوكم احنا نعملوا بهم الملاوي، هذايا الفرق البسيط اللي موجود، وهما يكون اخف شويه على خاطرها بالفرينه وتعملوها جيده وتبدا فيها ورقات من داخل هكا مورقه اكثر فايتي على الاخر. عرفتها وبنينه برشا اون بليس نعملوها هكا حلوه، تعملوها حلوه. وفي وصفه ثانيه بنعملها معبايه، نعملها بخضره كفته وهيك شيء معمره، معناتها تنجم تكون سكر ومعناتها حلوه والا مالحه. صافي والرغايف هما الخيب نتاع ميلتوغ اللي يكونوا منقبين بغريق عنده بزاف سيت نقولوا رغايف غرايف غرايف. يعطيكم الصحه اذن شايف عايشه وشايف اسمع، يعطيكم الصحه. هذه اجواءنا اليوم ان شاء الله في برنامجنا. احنا تو باش نمشيو مع فقره نحن والطبيعه مع زميلتنا لبنى العبيدي. صباح النور مشاهدينا، صباحكم تونسي بامتياز، صباحكم تونسي يتواصل. وهذه فقرة نحن والطبيعة، منى والشيف أسماء اليوم ومعهم ضيفتهم المغربية قدموا أبرز المكونات تاع دبارة اليوم. احنا باش نقدموا مقدمات أخرى في مجال آخر وهو مجال بيئي بامتياز. اليوم تحضر معايا راضية الوحيشي وهي رئيسة شبكة أطفال الأرض، جمعية هذه عندها نشاطات ومبادرات مهمة جدا. اليوم سيدة راضية باش نحكيو معاها على بدائل التنمية المستدامة، البدائل الجديدة واللي تقرا حساب التغيرات المناخية. قلعة الأندلس هي نموذج. مرحبا بك سيدة راضية. عسلامة، عسلامة الكويسة الكل ومرحبا بكم. يعيشك. نعرفوا اللي قلعة الأندلس تعتمد أساسا على الفلاحة، يعني نعم. بامتياز يعني. يمكن نشاط الجمعية وتغيير نظرة الفلاحة غادي ماهوش سهل باش تجي تقول له ثم خدمة خدمتها 20 سنة راهي فيها برشا أخطاء، راهي تمس الطبيعة، راهي تمس البيئة نعم. يمكن الجمعية كيفاش بدأت وكيفاش نجمت تدخل للفلاح المحل؟ بيا أنا ساعة في البداية نحب نعطي رؤية الجمعية في حد ذاتها. الجمعية شبكة أطفال الأرض هي عندها رؤية هو التربية من أجل التنمية المستدامة، يعني تولي أهداف التنمية المستدامة تكون هي مدمجة في المجال التربوي، وديما ننطلقوا في مشاريعنا من المدرسة من التلامذة ونحاولوا من خلال هذاك نعطي رؤية للمجتمع، المجتمع المحلي. بالنسبة لقلعة الأندلس، المشروع هو ممول من طرف البرنامج الأمم المتحدة للتنمية البنود اللي هو المدينة الذكية للمناخ قلعة الأندلس. علاش قلعة الأندلس؟ أولا هي جيت مع شريط كامل وفي مشروع كبير حول الصمود في مواجهة التغيرات المناخية. قلعة الأندلس فيها ما يعرف بعشرين كيلومتر ميناء الساحل البحري اللي هو أيضا مهدد ب يعني تأثير التغيرات المناخية، ولذلك المشروع هو نوعا ما لنشر وعي بضرورة اتخاذ يعني التدابير للتأقلم مع التغيرات المناخية وإيجاد بدائل بدائل تنمية محلية. احنا اللي شفنا في قلعة الأندلس فيها برشا مناطق معناتها كسباخي، مناطق معناتها وامتدت والفلاحة تراجعت. سيدة راضي انت خاطر كنت على عين المكان، بعض المؤشرات اللي تبين اللي قبلها المقاربة هذه جديدة نعم. شنو اللي خسرت قلعة الأندلس وشنو الحاجات اللي كانت باش تكون يعني انعكاساتها سلبية؟ أهم حاجة احنا ديما نقولوا راهو مورد الرزق بالنسبة للفلاحة البحارة واللي يخدموا في الفلاحة، راهو مورد الرزق تضاءل نقص. اولا اكثر اغلب البحاره في قلعه الأندلس ولاو يمشيوا يبحروا في مناطق اخرى، وصلوا حتى لقليبيا، وصلوا لمناطق اخرى في البحث بالطبيعة على مورد الرزق. الاكثر حاجه اللي احنا شفناها حتى في المعاينه ومع يعني خبراء في المجال هذايا، قلعه الأندلس مثلا برشا انواع متاع اسماك خسرتهم كيما هاو موجود قدامي مثلا، ثم انقرضت سمكة المناني ما عادش تجي، ثم كذلك الريتسي مثلا نوع نتاع الاكل القنفذ اللي هو خصوصية فما برشا حاجات. وقلعة الأندلس فيها خاصية اللي هي فيها الفغوي دماغ، معناتها ثم فيها الكروفيت وفيها الصوبيا وفيها الحاجات واللي هي من نوع يسميوه النوع الرفيع في المنتوجات البحر. احنا في بدائل التنمية اللي بالنسبة لنا احنا دخلنا للبحارة والفلاحة عن طريق
أولادهم، عن طريق أطفالهم، عن طريق معناتها أبنائهم في المدارس. وعينا الأطفال متاع المدرسة بتبيع عن طريق تكوين الأساتذة المباشرين في المدرسة الإعدادية قلعة الأندلس، المدرسة الإعدادية المروج، وهنا تحية كبيرة للإطار التربوي اللي متجاوب، وخاصة بالنسبة لأساتذة التربية المدنية اللي هما من خلالهم احنا وصلنا للأطفال اللي هو تلقاه بوه فلاح ولا بوه بحار. وفكرة الجمعية مهمة، خاطر الصغير باش ينقل هيك الرسالة هذيك للولي. نعم. كان انتم مشيتوا ديريكت يمكن للفلاح ينجم تكون ثم صد وإلا ما يقبلش طريقة علمية، خاطر هو باش يقنع بوه بالعلم والمعرفة، باش يقول له به هاو احنا الأرض عنا، احنا لقينا قطعة أرض في الكوليج اللي هي أرض بور، ويقولوا واللي هي تنقص فيها الجرابع معناتها ماهيش صالحة للزراعة. احنا بينا لهم عن طريق يعني طرق التنمية المستدامة وطرق الفلاحة المستدامة اللي نجموا الأرض ذيك هي كانت أرض بور، لكن اليوم اللي هي أصبحت حديقة بيداغوجية، ومن خلالها تعلموا الصغار اللي كونوا يمكن تثمين كل الأراضي اللي احنا نعتبروها أراضي بور، اللي هي الأراضي نعتبروها سابقة، لأنه فلاحة الغد هي الفلاحة الملحية. الفلاحة الملحية اللي اليوم في العالم الكل يحكيوا عليها، وهذه اللي احنا جديد توجه جديد، واللي هو تعرف في التاريخ، في التاريخ توجدت الفلاحة الملحية، لكن احنا نسينا. ولهنا نكمل في المبادرة متاعكم يمكن في قلعة الأندلس، خلينا نحكيوا زادة على الفلاحة، بعد سمعوا ثم تجاوب كيفاش يمكن النتيجة توا، خاصة المشروع عنده 6 أشهر من اللي 6 أشهر إن شاء الله مازال الجزء الثاني، اللي كونوا لقينا تجاوب كبير من طرف الأطفال اللي هما الأطفال بتبيعة بتأطير من الأساتذة متاعهم وتأطير من الجمعية، لأنه عملنا برشا ورشات ميدانية. مثلا الأطفال مشاو بالنسبة لغار الملح، في غار الملح عرفوا برشا حاجات، عرفوا كيفاش ينزرعوا البطاطا في معناتها بطريقة موجودة في غار الملح اللي هي الفلاحة الرملية، عرفوا اللي كونوا الإنسان سواء كان الإنسان القبل ولا توا راهو ثم حلول مهمة جدا. السيدة هي الحل بالطبيعة. السيدة راضي، احنا اليوم نحكيه على تغيرات مناخية عالمية كونية، ما هيش بتخص بلاد عن بلاد أخرى، إذا مهم جدا أنها زادة تكون البيئة وأهمية البيئة تدخل شوية في منهجنا التربوية، وأنت قبل كل شيء مربية ومديرة لمعهد، يعني شنو رأيك يمكن هذه من ضمن اللي ندوا من برشا خبراء ومختصين في هذا المجال يدعوا أنها تكون تربية، يعني تتقرى كما تقريه العربية والفرنسية وكل اللغات. فعلا يعني منظمة اليونسكو اللي هي تدعو عندها منذ سنوات دعوة إلى إدراج مسألة التغيرات المناخية في مناهج التربوية، وعلي ما تكونش معناتها هي مادة كما نقولوا احنا أفقية، كل المواد تتطرق لها لكن بطريقتها، المادة اللغات مثلا تتطرق للتغيرات المناخية بطريقة، العربية الإنجليزية الفرنسية كذلك المواد العلمية، خاطر هي ماشية أكثر مع المواد العلمية، هيك علاش احنا ركزنا بالنسبة لمن قلعة الأندلس المدرسة الإعدادية، ما كوناش كان أساتذة مثلا العلوم، ليه كوننا كل وكل أستاذ قلنا له بطريقتك ومن خلال الدرس، حتى أستاذة التقنية معني من خلال أنت شنو اللي تنجم توصلوا على الأثار التغيرات المناخية، باش أكل الصغيرات ياخذوا أكثر تكوين ويغير حتى في سلوكهم اليومي. فيهم عنا تلامذة قالوا معناتها هما يعاونوا والديهم في الفلاحة في الصيف وغيره وكل، قالوا احنا تويك نهار اخر نجم نكونوا مهندسين في الفلاحة ونعاونوا وناخذوا الأراضي لاستصلاحها. ولهنا دعوة يتكونوا بطريقة انهم يحافظوا صحيح تجاريا واقتصاديا، لكن يحافظ على الخصوصية البيئية، الأرض هذه كليك والأجيال الأخرى قادمة. فعلا وفعلا يعني هو كي يؤمن اللي كونه كان باش يمشي في الأمور التقنية، راهو لابد من يعني تطوير الآلات وتطوير المسائل هذه، لابد من إدراجك لعاداتنا في الأكلات. مثلا اللي قبيلي نسمع في جرجيس، وتحية معناتها الأهل جرجيس وتحية للتوينسة اللي توا وعاو اللي مسألة جمع جني الزيتون راهو موسم احتفالي، وعلاش ليه ما يكونش بالحق مهرجان، لأنه تونس الكل فيها من شمال إلى الجنوب فيها الزيتون، والزيتون حضارة كاملة، راهو حضارة وثقافة. اليوم كي يقول لك معناتها
لا تسقط غصن الزيتون من يدي، تعرف اللي هو دعوة للسلام. ولهنا أكثر شجرة تقاوم التغيرات المناخية هي شجرة الزيتون اللي احنا نراوها تصمد أمام التغيرات. ولنشوفوا زادة رغم الصعوبات هذاك كل فلاح زادة يقاوم وقاعد يحاول انه يتشبث بها، ورغم الاشكاليات اللي يعيشها القطاع. سيدة راضي، يمكن احنا كي نقولوا المقاربه هذه البدائل المحليه ما بين الاساليب القديمه والجديده، يمكن شنو الربح نحكي التنموي للجهه هذه اللي هي قلعه الاندلس؟ اولا الربح الاول هو الاستدامه، خاطر احنا كي دخلنا للمشروع ما دخلناش وحدنا، عملنا شراكات مع البلديه، مع المعتمديه، مع المدارس، مع كل الهيئات، سواء كان المجتمع المدني والا حتى الهيئات معناتها الاداريه كيف وكاله حمايه الشريط الساحلي وغيره الكل، لانه الوعي لابد من ان يكون جماعي. هذه البدايه. الثانيه اللي كونه راهو رانا احنا انسان، وديمومة الإنسان هي في صحته وإذا وفي مورد الرزق متاعه. إذا اليوم راك أنت استطت برشا وبذرت ولوحت، راك خمم في نهار آخر مسألة الاستدامة في الموارد الطبيعية. وبالنسبة لنا احنا قلعة الأندلس عليه سميناه المدينة الذكية، لأنه ذكاء، الذكاء الاجتماعي والذكاء الاقتصادي والذكاء التربوي هو في مسألة إيجاد الحلول لديمومة المسائل، خاصة المسائل الموارد، الموارد اللي هي مصدر عيش الإنسان ومصدر أجيال يعني. نعم. سيدة راضي، يمكن الفكرة هذه تخموش أنكم تعموها في بعض الجهات الأخرى، ومعاك نعرفوا المستقبل شكون معانا جهة باش يكون إن شاء الله. نعم، هو ثم بعض المشاريع واتفاقيات وزارة التربية عملتهم خاصة مع برنامج الأمم المتحدة للتغذية، نجموا باش نقدموا مشروع لبرنامج الأمم المتحدة للتغذية، وتولي في كل مدرسة حتى ولو ما عندهاش قطعة أرض تنجم من خلالها، تنجم حتى في محابس أنا تكون لابد من كونه ثم زراعات، وعليش ليه وليداتنا في المدارس يزرعوا هما خضرتهم ويزرعوا هما ماكلتهم. يعطيك الصحة سيدة راضية، شكرا ليك. شكرا. الحديث معاك بالحق شكرا. يعني الفقرة عنا فيها وقت، لكن باش تكون معنا إن شاء الله ضيفة مبجلة في فقرة نحن والطبيعة. يعطيك الصحة رغم التزاماتك، يعطيك الصحة. نمشيو مع بعضنا المهرجان مدنين للرقص ونواصلوا في صباحكم تونسي. تتويجا لنشاط نوادي الرقص والتعبير الجسماني في عدد من مؤسسات ودور الشباب بمختلف جهات البلاد، انتظمت بفضاء المركب الثقافي بمدينة مدنين فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الوطني للرقص، في تظاهرة اشتركت في تنظيمها عديد الأطراف. المهرجان لابلزيك ناسيونال السنة في الدورة الرابعة، دونك الدورة هذه كانت بشراكة مع السلطة الجهوية، بالشراكة مع مندوبية الشباب والرياضة ومندوبية الشؤون الثقافية ومجموعة من المنظمات المحلية في الجهة، واللي هو الفكرة الأساسية من هذا المهرجان هو خلق مشهد ثقافي في الجهة، خاصة عن طريق فن الرقص وتركيز مهرجان وطني في الجهات الداخلية. هذا يعزز الثقافة، في نفس الوقت هي فرصة لشباب تونس أنه يتلاقى في مدنين ويعبر فن. النوادي هذه عندها أهداف، عندها محاور تخدم عليها، عندها رسائل تخدم عليها، اللي هي لا للعنف لا للتطرف، اللي هو هذا يعني موضوع المهرجان الوطني للرقص بمدينة لابلزيك منذ الدورة الأولى أو هذه الدورة الرابعة يعني فيها. هذوما كلها رسائل إيجابية للشباب حتى يكون الشباب فنان، يكون الشباب مبدع، يكون الشباب بناء، يكون الشباب يغير في اتجاه الإيجابي في بلاده، في جهته، في الوطن بتاعه بصفة عامة. الهدف بتاعنا طبيعي هو تكريس روح السلم الاجتماعي بين مختلف الأطياف الاجتماعية، بين مختلف الجهات، مختلف الولايات. لذلك كان المهرجان الوطني للرقص بمدنين لابلزيك يجمع جميع شباب تونس من مختلف الجهات ومن مختلف الولايات بالجمهورية.
أطفال وشباب مبدعون في اختصاصات مختلفة أثثوا فعاليات هذه الدورة الجديدة في أعمال فردية وجماعية تحمل في تفاصيلها حكايات هؤلاء الأطفال والشباب. نور الدين إسماعيلي، ممثل ولاية مدنين، اختصاص رقص عصري اللي هو البريك دانس نعبروا به. نترنوا في دار الشباب مدنين لنا أكثر من 10 سنين، معناتها مش جدد في الدومين، وهذه ربعنا مشاركة في لابيل زيك اللي هي معناتها تظاهرة. لابيل زيك هي تظاهرة تجمع كل دونسور من كامل ولايات الجمهورية، 24 ولاية نتقابلوا فيها. أول ما بدت بشوي، أما توا خدمناه مع الجوناس الكل يجوا من كل الميزون جون، نتقابلوا كل في دورة واحدة باش نعملوا كومبيتيسيون للتحاب ومش للعنف. خدمت تياتر مقبل من 2014، نخدم تياتر مع مشي مهد برميلي، اليوم نخدم دانس مع مشي حافظ حمدي. اكتشفتوا لي مش كان النص ينجم يعبر، مش كان الكلمة تنجم تعطي مساج، حتى بدنا اليوم شخصين ينجم يقدم بارشة مساجات. اليوم مش نحكي ويسر على المساجات تحرر الجسد لكل مشوم موجودة فينا من داخل، الدني نجم يعبر عليها. في الأخر اللي تابلوه متاعنا إن شاء الله تسين دا يعجبوهم. الغرام هذا عرفت بدأ من صغرة، نورمال بدأ من صغرة عرفت الغرام، وواحد دي مرسي بشوي بشوي مع تعانى دار شباب في سبيبة، بدينا نترينو بشوي بشوي، نطوروا بشوي بشوي لأن تحسن محسوب. شاركنا في مهرجان الرقص اللي هو لابلزيك، احنا بقى ما ترشحناش معنا للفينال، اما كهو احنا اول مره شاركنا، ان شاء الله المره الجايه وان شاء الله. احنا نمشوا في سلة بيضاء اول حاجه. حصيلوا علي محمد صلى الله كليكا، معناها جروب، احنا ايد واحده الكليكا صحيح، معناها تغششنا خاطر احنا ما ترشحناش للفينال وكل شيء، اما مسيرش عامي الجاي ومزال معناها برشا مهرجانات ان شاء الله نترشحوا فيهم. في خطواتهم الاولى قدموا اعمالهم الابداعيه، ينتظرون تطوير تجاربهم والمرور من الهوايه الى الاحتراف للكثير منهم. Let's go.